فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. ما تسمحون سيدي؟ الله يبارك معكم. عم يسألني أنه أحكي قصة التوبة تبعي. معقولة؟ الصوت عالي؟ الصوت مو مسموع للآخر؟ خلي لي إياه. يعني سبحان الله ما في شيء استحي منه. يعني كنت عاصي على الله سبحانه وتعالى وكنت مؤذي، ونحن 13 شاب بالبيت اخوات اولاد عم ربيانين سوا. مره فات حرامي على بيتنا، رقدنا احنا الكل وراه، شلح صباط وهرب، اخذنا الصباط تبعه. ف ابو اسعد صافي ابن عمي ابن الفاتحه. امين. بسم الله الرحمن الرحيم. ف يعني يوم الله سبحانه وتعالى اراد فيي الخير وبلغ من الاذى تبعي، انه مره اجى رجل، كنت راكب ميتور يومها، اجى رجل لعندي نعم، قال لي شيخ، هذول ما كنت شيخ، قال لي فلان هالمصاري لك، دستت مصاري. ما له ليش هذول؟ قال خذهم. رح اخذهم بس قال لي ليش؟ قال لي والله تقسمنا الورثه كلياتنا وزاد هالمبلغ واختلفنا عليه نحن الاخوه، كل واحد ياخذ المصاري. قال لي حلفت يمين ما بعطيه الا لشر الناس. قال لي جيت، قال لي سالت قالوا لي انت جيت لعندك. ناوي اخذهم مشان يمينك، بدك تاكل قتله انت لانك سبيتني. قتلته لهلا عايش، لهلا بيسلم علي. فهل وتزوجت وتعترت الزوجه معي تعتير غير شكل، لا بتسترجي تحرام ولا بتسترجي ما تسمع الكلمة. أحيانا بالطريق كنت الله يهدينا أي نعم، كنت أضربها أحيانا بالطريق. بعد التوبة هلا هي بتكون ماشي أنا وياها، هي بتبوكسني، بتقول لي هون مرة ضربتني بوكس، الله لا يسامحك، تضربني بوكس على قلبي. يعني سبحان الله، هي حست أكثر شيء بتوبتي. سبب التوبة تبعي أي نعم، كنت نايم فشفت بالرؤيا إني أساق إلى جهنم بالسلاسل بالجنازير، جنازير بإيدي برقبتي برجلي وبخصري، مربوط لجنزير كبير. هالجنزير الكبير في ناس حواليه بالآلاف، لا مبين أوله ولا مبين آخره، وعم يسحبونا نحن الكل. لك يعيشوا يا سيدي. وأنا عم أبكي، بس كان حلم رؤيا كأنه حقيقة. ارتعبت رعبة لا أولا ولا آخرة، وكنت أقول يا رب إذا بطلع من هون لعيش مثل ما عاشوا الصحابة الكرام، يا ربي إذا بتطالعني من هون من هالموقف هذا، أنا ما بيحق لي لك يوم القيامة يا ربي أرجعون، لأنه طلبت الرجعة وهي إذا رجعتني. يا ربي بس طالعني من هون، يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك، يا رب. وابكي فزيت، لقيت حالي بالتخت، كنت أثناء أنام على تخت. إي نعم، صرت نطوت. إي نعم، العيال قالت لحالها خير إن شاء الله. والله تحممت، غيرت أوعية، كان الدنيا صلاة العصر، رحت على الجامع. بقى أنا خباز، بننام بالنهار نحن مشتغل بالليل كنا. رحت على الجامع، فت على الجامع بطلوا يصلوا. قال خير إن شاء الله، إذا جاي تسرق صباط هاي بياع صبابيك برا. الصباط اللي بدك يا روح خذه، نحن بندفع حقه، بس حل عنا. قال والله جاي يصلي. قال أنت كنتوا تصلوا أنتوا؟ فعلا ما فينا واحد بيصلي، نحن الكل. قال يعني مش أنتوا أكرم من الله؟ والله وقفت بدي صلي، الله اكبر، وقفت معه، واحد حط ايديه هو، واحد حط ايديه هو، قعدنا بالتشهد، واحد فرشخ رجليه، واحد اجريه هيك، طلع على انا بدي اشوف شو عم يصلوا لصلي بالتشهد. واحد رفع اصبعته ما عاد نزلها، واحد رفعه ونزلها، واحد صار يحركها. لك حد يبطش فيهم هالناس، لك ما يصلوا متعلموا الناس مشان اصلي من حكايتهم. ما بعرف صلي. بدأ اصلي لحالي، خبصت الدنيا. مرة بالفرن كان في عنا واحد ضربته بالمنشار، روحت له رجله. اي والله. تذكرت انه الشيخ بخطبة الجمعة قال انه كل انسان لك معه موقف في الدنيا، لك معه موقف يوم القيامة. والله رحت لعند هالرجل، بوسته، قلت له سامحني مشان الله. قال لي الله لا يسامحه. رحت اشتريت له اي نعم قوية سودانية وبصلة خضراء، المسلخ جنبنا تازة، قلنا له هي اي نعم سودانية وهي، بسامحني. قال ما بسامحه.
نالو هاي السيكار كوبي كليوباترا نعم بورقته بس سامحني قال ما بسامحه أو لا يسامحه ما بدك سامحني قال رحت على أوعي طلعت سكينة تحريب بده يشتكي يشتكي فرد مرة خليه يشتكي فرد مرة شكوي محرزة ورقدت وراه ورقد دام مني هرب كمشوني تلاميذ سيدنا الشيخ صالح أخذوني لعند الشيخ قال لي يا ولدي ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح شوف أهل الله شلون مشيوا وامشي لحالك تخبص الدنيا كان إذا زلمة وسبد الدين أخذ شاكوش إيده حديد وهي حديد قلت شو من أول الفرن لآخر الفرن إيه نعم إذا أجد على الحيط تهد الحيط يهرب ما عود يشتغل علموني شلون بدي خاطب الناس علموني كيف بدي عيش مع الناس علموني كيف بدي عيش مع أهل بيتي كيف أولادي بدي يكونوا أصدقائي إيه نعم كيف الزوجة إيه نعم بدي يكون لطيف معها وين المودة والرحمة الجيران كيف بدي يكون معهم التلاميذ اللي درستهم كيف بدي عيش أنا وياهم علمونا شغلات كثيرة وطولوا بالون علينا يعني مرة الدكتور توفيق ابن الدكتور سعيد رمضان البوطي كان في مولد بحارة جديدة راح ألقى كلمة عن التوبة يلي قتل 99 زلمة وكمل على 100 بعد منه قدموا معه ليقدموني قبل أولاد البوطي لأنه هن أعلم من منه وهن مشايخنا قدموني أنا بعد منه قلت له هذا شو بيعرفوا بالتوبة هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم أبو الدكتور سعيد جده مولى رمضان أنا أسألوني عن التوبة ولا ينبئك مثل خبير أنا بحكي لكم عن التوبة والمعصية والتوبة بلشت الناس تضحك بلاد حارتي كلاتهم بيعرفوني لهلأ لما أمروا أسوء الجمعة شو بيقول واحد تا 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 شايف هذا الشيخ بيقول له إيه هلأ بس يروح أحكي لك عليه لهلأ بسمعها بإذني سيدي الحمد لله الحمد لله البطل اللي بيمسك الحية وهي حية إذا فيك تتوب وتترك المعاصي كلها وتقول أنا مسلم أنا ملتزم مو متعصب أنا ملتزم بتعاليم الله سبحانه وتعالى أنت رجل ساعة بتكون هي التوبة في شغلة غيرها أنا ما يطلبوا المستمعون لأنه